المهدد اليوم انتم كلكم اليوم الموجودين قائد شرطة كربلاء. والله العظيم انا منطي حتى الاسماء اللي اذا انقتلت اني. مسلسل الاغتيالات يبدو انه لم ينتهي بعد، فما يفتو ان يتوقف لمدة قصيرة حتى يعود من جديد. وعودته الجديدة اسفرت عن اغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء إيهاب الوزني ليلة السبت بثلاث طلقات في رأسه تلقاها أمام منزله في شارع الوائلي وسط المدينة. طبعاً أخوي إيهاب كان قبل أسبوع كان تراقب دراجة وسيارة، ولما يسألون المحافظ وجسمه يقول على موفر حماية لكل المواطنين. المسؤول عن قتل إيهاب المحافظ وقائد العمليات وقائد الشرطة ومدير الجرائم عليهم أن يظهرون قتلة إيهاب اليوم قبل باشر. كاميرات مال العمليات موجودة، شرطة موجودين يأخذون بس رواتب. تصعيد شمل ساحات التظاهر في أغلب محافظات الوسط والجنوب جاء على خلفية اغتيال الوزني، وأسفر التصعيد عن قطع للشوارع وأحراق الإطارات. المتظاهرون طالبوا الحكومتين المحلية والمركزية بالكشف عن قتلة إيهاب الوزني ورفاقه من الناشطين المدنيين. اليوم كربلاء خصوصاً والعراق عامة خسر إنسانا وطنيا شريفا غيورا هو إيهاب الوزني الذي لن يساوم على محافظته وعلى بلده. هذا الشخص أنا معاصره من 2011، لن يساوم ولن ينتمي الأحزاب ولن يرشح، لكن الأحزاب تطارده. ناشطو الحراك الشعبي في كربلاء أكدوا استمرارهم بالتظاهر والاحتجاج أمام مبنى المحافظة حتى الإعلان والكشف عن قتلة الوزني، فضلا عن إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي طالبوا بها منذ بدء التظاهرات في أكتوبر تشرين الأول من عام 2009. كل الأحزاب السياسية أنتوا المسؤولين عن دبي أبوه، والله راح نبقى بمحافظة كربلاء، راح نبقى قدام المحافظة لحين ما يتم إلقاء القبض على قتلة إيهاب الوزني، والله كربلاء ما راح تتراجع. منظمات إنسانية وحقوقية حذرت من استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحفيين وعدم الكشف عن المتورطين وممارسة بعض الجهات غير المعلنة سياسة تكميم الأفواه. الحكومة المحلية لم تعلن عن موقفها تجاه اغتيال إيهاب الوزني، فيما أعلنت قيادة عمليات كربلاء عن إغلاق مداخل المدينة أمام القادمين إليها. حيدر هادي، الحرة، كربلاء.